ومن حساب روتانا لايف أبدت الفنانة أحلام الملكة تفاعلها بفوز المنتخب السعودي أثناء تواجدها مع الفنانة أصالة. وجاء في التغريدة التي نشرها الحساب تفاعل الفنانة أحلام وسعادتها بمناسبة فوز المنتخب السعودي مع صديقتها الفنانة أصالة. الفوز جينا مقبلين، نقول عز وفخر. اكثر من كذا فخر ما اعتقد راح نوصل الى هاي، يعني عدينا مرحله الفخر. فوز السعوديه اليوم على الارجنتين، يعني اليوم نحن عندنا كميه غرور. ابطال ابطال، عندنا كميه غرور. إيه كمية بس كان ناقصنا، احنا بس كان ناقصنا الغرور. بس كان ناقصنا الفوز ونحن زياده مش عن شو. لا احنا عندنا ثقه بس الحين عندنا غرور. اقترينا ان نحن فزنا على الارجنتين. 160 مليار خساره اللي عملوا القرعه، مين بيفوز؟ اكثر العالم. 160 مليار خساره الارجنتين اليوم، لانها كلهم صوتوا للارجنتين ونحن اليوم السعوديه فزنا. الله 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 الله.